وزارد ده ورفافينتا ايتوبيا ايا كجواب تيحدال كي دوان كسو ييري سراكيشا وغو سرريسا عيدمادة ملتريغ مرايكن كا قوة ده جبوتي فاليا سراكيشا عيدمادة سي ايانا دوان شيغي ان اي ديار ويهين ان اي كجوابان حيسا دا دغالة كسو عدا ايتوبيا دنكا كليه مغالة ده مقلي ايا دوغين علوس كدع ديمانتا عيدمادة ديارة ده ان دوليها الهين اي ايتوبيا ايانا دوغين كجيستي هالكاسي وحانا لغسو شيغيا ان اي كدشان خساره اسكو جدا دمشي يداوع دنكا كليه سرقالكي غوهر ريو صوماليا وكو بيري دقالكا كسعدا دالكا ايتوبيا قد بداسي يكو وكالو فافاسن اياد هالكن كمغلي دونتان وزارة ورفا فينتا ايتوبيا ايا كجواب تي حدال كي دوان كسو ييري سراكيشا وغسر ريسا عيدا مدى ملتيري غمرايكان كو ودا جبوت فاليا سراكيشا عيدا مدى سي ايانا دوان شيغي ان اي ديار ويهين كجواب دا حيساد دا ايتوبيا وزارة ورفا فينتا ايانا حدال كاسي كتل مانتي ميد لدي كوا مدح بناني دا اما مدح بناني دا دالك ايتوبيا قدقة حالة دا دقدقة ايا كولان اياشين كو قيمي حالة دا قود وقت حاضر كان كجرت ايتوبيا ايو تلابوين كي قدقو قاضي وحانا اي عدايين ان حالة دا دق دقاه لفلون ايو وجددي لغالها بيان عصب ايا لغاسو ساري او كاكوبان افر قضب او لغوحو جنيو حول قلادا سعدا اي حالة دا دق دقاه سميش اللوغا ساري عقبادها كجرا وحين عيدما دا امان كبلابين حول قلو اي كفلون ايان أمركا كسو بحاي دولدا أمراد عصب إيه لصو ساري أيا وحا كميدا إن دادك شعبك أهلوغ ديجي إن أي حرتان دريسك عيدمدا دولدا إيه بوليسك إيه ملتريغا وحان عيدمدا أمانكا لغو أمري إن أي تلابو قادان عيدي لغو أركو دنكا كالدو قيين دنكا عيركا أيا كردع دي مغالة دا مقالي إيه عاسمد دا قوبل كاتيغريغا هالكاسي أو يكوسو غيهين مليشيات فرابادان أو كاترسان حوغاق قدوتسان إيه تي بي لف ديارادها عن دوليها لهين ايتوبيا ايال الشيغي ان اي دوقين تكوفليين دور حرموت او كويا لمغالة مقالي وحانا جيرو خسارو دمشي يداو عسكو جيرا او كدا الشي دوقين تاسي وحانا حوقق تي بيلف اي كو ايديين عيدما دا فدرالك ايتوبيا ان دوقين تا للبيك سدي داد ريدا دوقين تن اياكوسو ادي ساحل حالي و ورباهين تا عالمي سي اي وريسي افاهيين كوحدة تي بي الاف قتا جوريدا كاسي او كوشيغي ان اي ديار او يهين ان اي ديب اغو لابتان دولايت كشاور روبي هل كاسي او عيدما دا تي بي الاف كوسو جين يهين هديبو يدعونا قبطين تا لغا قادو مغالا دا مغالا يجو دهان قبل كاتيغريغا با دولو دي توبيا ايانا جواب او غدكتي دوغين تان مانتا halkii la rabay in qabteentaasi ay ka qaadaan ee deegaanka Tigreega dhanka kale masuulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ayaa ku biiray dagaalka ka socda dalka Ethiopia madaxa xisbiga talada haya Ethiopia u qaabilsan dawladda deegaanka Soomaalida engineer Maxamed Shaale Isaaq ayaa markii ugu horeeyay ku dhawaaqay in uu ku biirayo jiidii hore ee dagaalka waxa uu sheegay in uu diyaar u yahay in uu hoggaamiyo baaqa ra'iisul wasaare in uu hoggaansamo baaqa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xilli qaar ka mid ah masuuliyiinta dawladda federaalka ay ku dhawaaqeen in ay ka qayb galaan dagaalka ka dhanka ah jabhada Tigreega waxaan diyaar u ahay ama aan diyaar u nahay in aan tago jiidii hore ee dagaalka waxaanan u hoggaansamayaa baaqa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayuu yiri Maxamed Shaale Isaaq sida lagu baahiyay bogga Facebook ee xisbiga ay ku leeyihiin waa masuulkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo si rasmi ah ugu dhawaaqay in uu ka qayb galayo dagaalka Ethiopia balse ay jiraan ciidamo ka tirsan kuwa dawladda deegaanka Soomaalida oo ka qayb galay dagaalka ka socda dalkaasi walow markii dambe ay dib uga soo laabteen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa isniintii wacad ku maray in uu tagi doono furinta hore ee dagaalka si uu u hoggaamiyo ciidanka isaga oo sheegay in ay jiraan in ay jiraan wajigi ugu dambeeyay ee badbaadinta Ethiopia ciidamada Tigreega ayaa soo gaaray magaalo 200 oo kilometir u jirta Addis Ababa kadib markii ay wax ka yar bil gudaheed ku soo jareen masaafo ka badan 100 kilometir
أبي أيا عيدا مدى دولة دا أدريه قبل كتغريغا بشي نوفمبا سنة كي لواتن لواتن كدي مركي أو تي بيلف كويدي إن أي ويرران حر إليهين عيدا مدى دولة دا كدي بلو أي هستين قبل كاسي أيا وحول بوحايز بدلين بشي جون إيه سنة كان كدي مركي تي بيلف أي ديب أولا وريكتي قبل كا عيدا مدى دولة دانا أي إسكاغا بحين دينا عكلا يا رئيس الوزارة إثيوبيا أبي أحمد أيا كوبي ريفريمها هوري إيه دقالكا عيدا مديسا أي كلا دقال ميان معالدكا كسو جيدا قبل كتغريغا أبي وحا وحده قامينا يا وير العرسكا وحا اونا حقا يا دقالكا دقالكي شالي دعاي وحانا سيدا سييري إيه الغجري ورباهين تا دولة دا يفانا ما عدا حالكا و أبي أحمد أما و أبي كغسو غنيا هاي دقالكا وغاترسان ملتي ما عدا هالكا و أبي هري وغاترسان عه ملتريغا و دقالكا كغجرو ورباهين تا دولة دا سيدو كالي سوما بانديغين موقالو موجينيا إساغو أو جيد هري إيه دقالكا كسوغن وحا عرمها واحد عرمها ديبادة إيه مرايكانكا oo ka jawaabaysa wararka sheegaya in abiyi uu tagay furinta hore ee dagaalka ayaa ka digtay in dagaalka Itoobiya uusan lahayn xal military waxaan ku boorineynaa dhamaan dhinacyada in ay ka fogaadaan hadallada dagaal iyo dab u furinta oo ay adeegsanayaan isxakamayn la'aanta ilaalinta xuduudaha iyo xuquuqda aadanaha شعب كان أي بدباديان وحاشي عسيري أفاهيين كواحد عرمها ديبادة مريكان هذا الكعبي و إسنين تي كوشيغي إن او تقدونو فرنتوريا دقالك يكوا بدن أيا دي رقلي وحانا العركة يا شعب فربادن أو كبيريو دقالة دا كسعودا دالك إتوبيا بقلال عيدم عصبا أيا أربعة دي كقيب قلي حفر اللغسو دويني أو كدع دي دقمدا كلفي إي مقالة دي سببا dina kala diblomaasiyinta caalamiga ah ayaa shaqaalaha hay'adaha ayaa ka sii baxaya Addis Ababa iyaga oo cabsi ka qaba in ay mucaarad ka qabsadaan magaalada Addis Ababa si kastaba xaaladda dalka Ethiopia ayaa meel xun maraysa waxaana maalinba maalinta ka sii dambeysa ay faraha ka baxaysa xaaladasi waxaana halkaas laga soo sheegaya in dagaalo qaraari ay ka socdaan magaalada Dibirbirham oo 200 oo kilometir u jirta magaalada Addis Ababa ayaa waxa dagaal culus oo hadda ku dhaxmaraya xoogaga TDF iyo OLA oo isku dhinaca iyo ciidamada dawladda federaalka Ethiopia waxaana la sheegayaa in halkaasii uu khasaare far badan ka dhashay walow gacan ku haynta magaalada ay ku hayso ciidamada dawladda balse dawladkeeda ayuu dagaal culus ka socdaa waxayna xoogaga tigreeyay doonayaan in ay gudaha u galaan magaaladaasi iyada oo magaalada gabi ahaanteedba ay isku socodkii iyo gawaaridii ay istaageen si kastaba xaaladda dalka Ethiopia ayaa meel xun maraysa waxaana loo jeedinayaa baaqyo kala duwan oo ku aadan in xal aan dagaal ahayn lagu soo gabagabeeyo colaadda ka socota dalka Ethiopia daawadayaal waxaan intaas ku soo koobaynaa war waxaan dalay dibadda ka heenay tan intaan warkan warkiisa xiga ah dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo